مشاهدي قناة شوف تي في، نرحب بكم من جديد من هنا من مكناس من العاصمة الإسماعيلية. كنرحب بكم داخل، كنرحب بجميع المشاهدين واللي كيحضروا معنا في هذا البث المباشر واللي كيلتحقوا بنا الآن. اليوم الآن غادي نستقبلكم وفي مباشر آخر يعني بقصة أخرى بشكل آخر. شفنا هذا الاسبوع هذا ومن نهايه الاسبوع حنا لدابا شنو داز علينا، بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال الاشياء المحزنه. اليوم معنا شاب مغربي اللي تحدى الاعاقه ديالو، وبالرغم من انه يعني ممكن نقولوا انها ممكن انها تكون نقطه ضعف ديالو، هو حولها الى نقطه قوه ونقطه يعني عطاء وابداع. هاد الشاب المغربي اللي هو محمد العمراني، من الاطر الجمعويه، ولد دار الشباب، ولد المسرح، الغناء، الفن، الكلوناج، مجموعه ديال المواهب، مجموعه ديال يعني الانواع الفنيه اللي كيمارس. تبارك الله عليه، صراحه فاجانا لا في الغناء ديالو ولا في الاداء ديالو، واكثر من هذا ان الكلمات ديالو كذلك التلحين كيلحن هو. هادشي يعني شي حويجات اللي سمعناهم حتى في الاغاني ديالو اللي منزله على اليوتيوب. مرحبا بك معنا سيدي محمد العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية كبيرة لقناتنا شوف تي في، ومرحبا بكم عندي في المحل ديالي، ونشكركم الثانية. الرسالة ديالي قبل ما نمشيو للرسالة ديالك سيدي محمد العمراني، غادي نسولك على النوع ديال الإعاقة اللي كتعاني منها، لأنه المشكل اللي عندك واللي خصو يعرفوا المشاهدين اللي كيشاهدونا الآن واللي كيتابعونا على قناة شوف تي في، ان سيدي محمد العمراني كيعاني من مشكل على مستوى الانف من الصغر ديالو. عاودنا هذا المشكل، هذا قربنا اكثر. انا الاعاقه هي خليقه يعني من الزياده ديالي، وتسمم بين اليافه يعني قمقم الارنب. نعم. وانا الاعاقه جات اوبيراسيون في الصغر ديالي، وعاودتني جات في الكبار يعني مع اوبيراسيون صباي، يعني كنت ندير العملية مجانا، ومن هنا من بعد نوجه تحية فوق فؤاد أرزق ويجزا زيه بخير، يعني وقف معايا وكان لي أوبيراسيون الأولى على الحنجرة، لي أوبيراسيون الثانية على الأنف، ويعني ونشكر الناس اللي يساهموا في العلاج ديالنا حنا الناس البسطاء. يعني كان عندك مشكل في اللها ومشكل على مستوى الانف، ودرتي دابا والحنجره، وهذا الشيء من وانت صغير. وانا صغير. نعم، والان الحمد لله يعني الان الناس اللي يعرفوني اصدقاء مكناس. انت معروف في مكناس، انت من المشهورين ديال مدينه مكناس، يعني كيعرفوك ولاد مكناس كاملين كيعرفوك. انا حنا الوالد ديالي راه من اهم مدينه مكناس، مولاي مهدي الشريف، يعني ما كاينش اللي ما كيعرفوش. نعم. وعندنا عرق كبير هنا في مدينه مكناس. الحمد لله. ديالنا حنا قصباوة. نعم. يعني ننتقلوا من الحاله، يعني الحمد لله دابا الحاله الصحيه ديالك مزيان، دابا مزيان انت. نعم الحمد لله. كتخدم، كتحرك، يعني كدير المهام ديالك بكل اريحيه. نعم. كيفاش كتلقى التعامل ديال المجتمع معك، التواصل ديال المجتمع معك؟ التواصل يعني مع المجتمع ممكن ندير اوبيراسيون اخرى ونحسن على هكا، ولكن انا ما بغيتش نبقى هكا، يعني انني انا هكا محبوب عند عباد الله. نعم. الناس اللي يولفوني من النغمه هذه، من الشكل هذا، محبوب عند الناس، واللي خلاني انا ما نعاودش نزيد شي اوبيراسيون اخرى ونبقى بهذا الشكل هذا. يعني ونقول ما كتعرضش يعني لشي هضره، شي ضحك كذا، شي واحد يقول لك شي كلمه ماشي هي هذيك. انت عارف انه كاين داك الاوصاف القدحيه، كاين داك الكلام، كاين اللي غيضحك لك في وجهك، كاين اللي غيسمعك اول مره ما عارفش ما يقدر يقول لك شي كلمه ولا شي حاجه اللي اللي تاثر فيك ولا. انا ما عمر ما كان عندي مشكل الاعاقه، عمرها ما كان عندي مشكل، لا مي يسوي ما راني مغيب، ما تنشوفش يعني. هذا قضاء الله وقدر. ما تنشوفش يعني ما تنشوفش، لا ما نفنف راني نفنف، يعني واش حنا مو عندنا حاجه عقلنا الله، ما يمكنش. إذا أنا عندي أصدقاء يعني ينقموني يقولوا لي نفنف،
يعني عادي يعني تسعود تسعود. اه يعني نعم. نخدم اصلا ولات اسم فني. اصلا انا حيت نمشي نخدم عند الناس من عالي انا من هنا باش الكليان او الناس يعاقوني يسمعوا الهضره ديالي تجيهم الضحكه ولا الزيد في هذا. يعني كتشوف الجانب الكوميدي. الزيد يعني ما عمرهم كان عندي اشكاليه وهي رساله ديالي للناس اللي عندهم اعاقات وعندهم مهمه مع المهمه ديالو في الاعاقه. لا ما نقمعش مهمة في الإعاقة لأن علاش؟ لأن إما أنا نخدم مع مهمة يعني في الإعاقة غنولي معقد غنولي مجتمع عمارني في حياتي علاش عمارني أنا مجتمع في حياتي وواحد الحاجة فيا يعني الله اللي خلقها فيا. نعم فهمتني عادي نورمال شفنا نورمال. كنحييك اخويا سي محمد على هذا الروح هذه وكنحييك على هاد على هاد يعني على هاد الشخصية لانه صراحه كما كتعرف انه انت شديتي هذيك 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 يعني اللي ممكن نقولوا انها نقطه ضعف حولتها نقطه قوه لا في شخصيتك لا في مسارك المهني لا في كل شيء. اليوم من غير الرساله اللي وجهتي يعني لذوي الاحتياجات الخاصه عامه والناس اللي كيعانيوا من اعاقه وكاين راه كاين بعض الناس اللي عندهم اعاقه نفسيه كاع كاين يعني هو سليم واقف هو هذاك ولكن كتبقى الدماغ العقل ديالو ما هواش هما بحال هادو هما اللي بحال اللي دوينا عليهم هما اللي كياتاكيو الناس يعني اللي عندهم ذوي احتياجات وهذوك الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير لانهم ما يمكنش يتلقى لهم الدواء. الاساسي واللي بغيت نقول لك هو انه سمعت بعض الاغاني ديالك كاين بعض يعني الاغاني اللي تبارك الله كاين ابداع كاين لمسه كاين يعني كاين على يعني المستوى ديال التوزيع ديال الاغاني لا المستوى ديال يعني الكلمات لا التلحين يعني هادشي شكون اللي كيديروا معك؟ دوينا شويه على الجانب الفني ديالك وشنو كتعرف ديالك؟ بالنسبه للشعر انا الشعر هو في القسم الثاني الابتدائي لما كان عندنا الشعر وحنا شنو اللي خلانا نحبوا الشعر كان عيد العرش عيد العرش 3 مارس يعني تجي عيد العرش من حياة المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه مازال واحد النسيم مازال واحد النسيم ما سخنيه الثانيه اللي بغى يمحو بلد ويا بلد المغرب بلد المغرب ساحات من المغرب ساحات نهوي العطشان اسلم يمنتنا يعني كان واحد الاناشيد معروف فينا حنا يعني الاناشيد هما اللي خلاو حنا نولدوا واحد الطاقه الشعر الشعر بالنسبه لي انا زوز من الحياه ديالي بحال عيني نشوف فيها. قبيله قلت لي انك عندك قطعه شعريه كاتب واحد القطعه شعريه ومؤخرا على هذا الشيء لحق القوات المسلحه الملكيه والانتصار اللي حقوا على المرتزقه ديال البوليزاريو ممكن اننا نسمعوه ويكون حصريا على قناه شوف تي في. ما الحقيقه انا بغيت نحنو نعم ولكن نسمعوه ككلمات يوم بارك الله فيك كنشكرو خوتي المغاربه خوتي المغربيات يلا 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 بينا الجهاز هاني من اقد حراس ونعاينو خوتنا اللي محتجزين في المخيمات ونعيش الحياة ونبنيو فيلات وعمارات وما يعني ياك سيدي شكرا لك شكرا لك ان شاء الله غنبنيو الفيلات وغنبنيو العمارات وغنديروا لوزينات وكل شيء غيدار في الصحراء المغربيه والحمد لله هذا الشيء دار بفضل القياده الرشيده والدبلوماسيه الملكيه الحمد لله فعدد ديال الانجازات كتحقق على ارض الواقع ليست كلام ليست اوراق يعني كتابه او يعني غير هضره على حبر على ورق لكن هناك على ارض الواقع كاين اعمال كدار وكاين اشغال كبيره ومشاريع كبرى كتقام بالاراضي الصحراويه. انا اهم حاجه عندي نعم فاش يعني شنو هو؟ هو روح المواطنه خص تكون عندنا روح المواطنه عباد الله خاصنا روح المواطنه وخلوا عباد الله يقضيو شغلهم راهم عارفين شنو يديروا. حنا الثقه ديالنا في الملك ديالنا كبيره. وعلاش حنا ما غادي نخرجوا منا ونهضروا عن التقميع ما التقميع واش عارف بان حنا خلي الناس يقضيو شغلهم هنا ديالنا بغينا راه طرادنا وسلام ونهم من الوحده الترابيه ديالنا انا في عمري 40 عام وحنيت عيني لقيت مشكل الصحراء والناس يعني نحاو من الغاني والنفيس وجي اليوم نقل
قناتني بعيد يعني خليو الناس يقنيو شغلهم يعني الناس مسؤولين كاينين رجال تعمل في صمت وفي في الظل جنود الخفاء جنود الخفاء جنود الخفاء الحمد لله ورجال المغرب هذوك رجال المغرب اللي ساهرين على يعني على وبقياده يعني هذو الاطر اللي كيعتمد عليها صاحب الجلاله في العمل ديالو. ونزيدك سيدي محمد وكذلك التوضيح حتى الباب حتى المشاهدين فالملف ديال الصحراء راه فيه انخراط شخصي لصاحب الجلاله. نعم انخراط شخصي، ملي كنقولوا انخراط شخصي يعني راه صاحب الجلاله هو الله ينصره هو اللي واقف شخصيا وفعليا على هاد يعني في اتصالات ديالو بجميع جميع الاشياء كاع كل ما يهم ملف الصحراء فراه صاحب الجلاله هو اللي مكلف به وبالثقل ديالو وبال يعني وب يعني وباش كنقولوا باش كتلعب في مع الكبار ومع الدول العظمى في العالم وكتلعب في الملعب ديالهم اذا راك انت ثقيل ووازن وساوي وكلامك عنده قيمه. غنرجعوا لعندك اخويا محمد العمراني وغادي نطلبوا منك انه الاغنيه اللي كنا سمعناها قبيله ملحنا بغينا نسمعوها دابا واش ممكن؟ الصحراء مغربيه وهذا اهداء خاص للقوات المسلحه الملكيه كما قلت لنا. اي انسان مواطن يعني يضحي من اجل الوطن لدينا القوات المسلحه الملكيه وانا في التقضيب وانا في محاماه وانا في الشرطه انسان معاقب وانسان عادي المواطن العادي ورجال الوقايه المدنيه يعني والقوات المساعده يعني هذو كلهم اطر وكلهم رجال. نعم نعم واخا نعطيكم الصحراء المغربيه. الصحراء المغربيه أغنى من غنية الدولة العلوية ألف تحية خلوني خلوني عني من أجيال حب الوطن منقل جلوية منقل جلوية خلوني خلوني عني من أجيال حب الوطن منقل جلوية منقل جلوية الصحراء المغربية أغنى من غنية الدولة العلوية ألف تحية. شكرا لك شكرا لك. فراه غير للتوضيح فقط مستمعي قناه شوف تيفي فراه هاد الاغنيه راه منزله على اليوتيوب وبالموسيقى ديالها بالتوزيع باللحن بكل شيء لكن كما كتعرف انه ما يمكنش لنا انه ناخذها لانه الحقوق ديال 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 محفوظه لدى يوتيوب وهذا الشيء. اذا فخدينا من عندك انت الاصل المصدر خدينا من عند صاحب الاغنيه يعني غير اكابيلا بحال هكا اكابيلا باش يعني نمتعوا معنا مشاهدينا ومشاهدي قناه شوف تيفي. الكلمه ديالك والرساله ديالك اللي تبغي توصلها لـ يعني للناس اللي كيشوفونا الان على قناه شوف تيفي وكيتابعوك من خلال قناتنا وخصوصا مغاربه العالم وكذلك مغاربه الداخل وبالضبط وبالضبط ذوي الاحتياجات الخاصه لانه هذه الفئه كنحسوا انها كاين شويه ديال حتى هي حاقره راسها حتى هي يعني فهمتيني عايشه داك يعني ديك القوقعه فراه كل شيء ممكن. هادشي اللي بغينا نوصلوا اليوم من خلالك. الرساله ديالي عيش عادي عيش طبيعي واي مشكل جا لعندك ما تخليهش يكون مشكل خليه طبيعي خليها مساله عاديه مقبول المساله ديالي ونحلها بعقلانيه وما تصرف واحد التصرف اللي غادي يرجع عليا بالضرر. هاني النقطة الأولى، النقطة الثانية هو من موزع الموسيقيين. غادي نجي معاك لهذ النقطة وغادي نسولك عليها، هذه بغينا غير الرسالة ديالك بعدا وغادي نسولك واحد السؤال. كتعامل مع فنانة كتعامل يعني كتعرف كتعرف في الميدان الفني عندك علاقات مع الناس شكون مثلا بعض الفنانة اللي كتعامل معاها؟ فنانة اللي كنعرف عدد كبير من بينهم الشباب ينسى ولا مدينه الاسماعيليه الشاب المعتمد تحيه الشاب المعتمد الشاب الحسناوي عبد المكناسي الشاب الحبيقي غاني راي جيمي راي. نعم كتكتب لهم هادو شي اغاني كتعطيهم شي حاجه فين تعاملتي مع شي فنان من هادو؟ يعني بيني ومنهم واحد اخ مؤخرا نقدم واحد العمل يعني تطوعي من عندي انا غادي نصرف عليه ونجمعوا يا منين ونقدم واحد العمل على الصحراء الناس من غير الصحراء المغربيه واحد العمل ولكن باصوات ينسى اصوات اللي هما عندهم الصوت انت اللي غتلحن وغتوضع الكلمات غتلحن والتوزيع
وتوزيع من الأستاذ عزيز زوزو موزع من مستوى، وكنشكر عبد العالي العباسي اللي كيتعاونوا معاك لأنه هما الموزعين اللي تعامل معاهم. السي عبد العالي العباسي، يعني السي عبد العالي العباسي موزع الله عليه وما شاء الله عليه، هو الاسم ديالو سابقو، الناس كيسمعوا من الاسم ديالو وإن هو الشخصية ديالو ما معروفاش. نعم، شحال عندك من أغنية دابا محمد؟ عندي 43 أغنية. 43 أغنية؟ تبارك الله. عندي حتى نيكومينيا، يعني أنا مش عندي نيكومينيا وغني القائمة جميع الأنواع. وما فكرتيش تشارك في شي برنامج ولا شي مسابقة من المسابقات اللي كدعي على التلفزة أو العمان؟ يعني ما تسمحليش. نعم. لأن ما وصلنا ما يلعب. واخا ما بيناش عليا. اييه ما بيناش عليك اخويا. نعم، ولكن ملي كنت صغير كنت شاري 15 سنة 15 مهمة. سات مومينيا. نعم. يعني شاركت في مسابقات. انا على قنوات وطنية، يعني قناة الثانية وقناة الأولى، وشاري في الأرشيف من يعني في الأرشيف من القناة الثانية. واليوم انا الهدف ديالي من الغناء وانا هي نوصل واحد الرسالة للناس اللي حكوا على تنحكى راسي. علاش؟ انا هو المشكل، انا علاش نحكى راسي؟ طبعا واحد الحاجة عندي نعيش طبيعي، نعيش طبيعي. علاش انا اما رحت قبيلة قلت لي بان الانسان تلقى صحيح الصح وان العقل ديالو هذيك الاعاقة بوحدها لانه علاش؟ لان انا النيفو الدراسي ديالي تعجبت ونتمنى انواع القصائد اللي الناس يجوا عندي اساسا. شنو المستوى الدراسي ديالك؟ قيس سيمانة في السماء. سيمانة يعني سيمانة في السمعة ما كان فيها، وأنا ما كانش باغي نقرا، ما كنت باغي نقرا، أنا غير الضغوطات والمشاكل هي اللي خلاتني خرجت نخدم، ما كنت باغي نقرا، وما كانش اللي خلاني أنا نكمل نقرا، نهز رواية نقراهم نتبع. أنت باغي؟ باغي، عندي رغبة. كملتي يعني؟ أنا الشبكة نقرب الصاحبة تاع الصباح وقرب الشبكة ونتقاتل معاها ونعمر الشبكة. نعم. وحتى نعمرها نحس مالي واحد العمل كبير. كبير. يعني أنا يكون عندنا مقنعة، يكون عندنا مقنعة. نعم. طالع صراحة سيدي محمد العمراني أنت درس كبير في الحياة، خاصو يتعلموا منه لا الناس يعني اللي سليمين ولا ذوي الاحتياجات الخاصة. والله العظيم هذه هي الكلمة اللي غادي نقول لك، لأنه كل واحد خاصو صراحة يحمد الله على الحال اللي هو فيه. نعم. ويبوس يدو. نعم. وش وظهر كما كنقولوا. نعم. لأنه كاين ناس اللي عندها كل شيء ما حمدش الله، وعندها كل شيء وما كتعطي الناس والو. انت بالرغم من هذا الشيء كامل كتبحث وكتبدع وكتقلب باش تعطي الناس، وباش وهذا الشيء من يعني تمويل خاص، تمويل ذاتي، كتمول راسك براسك، كتجبد القوت ديالك، عندك شي دعم، عندك شي لاكارت مسجل في شي حاجه، كتاخذ شي حاجه يعني ككوميدي ولا كفنان ولا ككلون، ولا واش كتخلص على هادشي ولا كتخدم غير بالخدمات اللي خدمتي هما اللي كتعيش بهم؟ خويا انا موضوع، انا الموضوع هذا يعني عليه واحد البحث كبير. حنا جدودنا يعني لي نونو لي حنو عينيهم الصباح يمشيو يخدمو، يعينو شي واحد يعقلهم يخدمو، ولينينا بون فينا القضية نوض نخدم على راسي، فهمتني؟ نوض نخدم، نوض الصباح حل عيني سير نبقى على راسي، صور من قوت ديالي يومي، فهمتني؟ ما نبقاش عيدنا، عيدنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، هاي من نمنا الصحة، من نمنا مشاكل، كورونا زيد بزاف، نعم، باش نوض أنا غني أغنية ولا جوج أغنية نبقى نعاين ويلا نلقى تلقاني ناعم، أنا عايش من جماعة الله. الحمد لله خبزتنا 22 ايام ما غاديش نموت من الجوع. الحمد لله. الحمد لله. وزيدك واحد القضية اللي هي مهمة، بأن يا عيني جاني الجوع حتى أي مغربي، إلا جاني الجوع باش نوقف حدا الحلابة ولا الطراويق ونقول له خويا فيا الجوع، قول أنا يقين أي واحد يقين تما يقول لي قول اللي بغيتي. قول مع راسك. وزيد. نعم. الحمد لله حنا ماشي بلاد الجوع. بلاد الكرام وبلاد أنا ما تنفش يعني أنا
انا باغي يكون مشهور. هاد الاغاني كتمولهم راسك؟ نمولهم ميتني، انا باغي يكون مشهور، نعطي مجهودي مي ونمول ميتني. وحنا يعني حنا الناس نلقى معاهم ويبغوا يغنوا هما هنا نعاونوهم، مواهبنا نعاونوهم، نكون ندوز. انا جبني مؤخرا نجمع نخبه تاع الفنانه بيانسا اللي كانت الاسماء ديالهم واللي ما كانش الاسم ديالو سامحني، احنا على المباشر هذا اللي كانت الاسماء ديالهم اقسمنا يمينا نعوى نقدم عمل ونغنيوه يامني الصوت واحد. وكيثقوا فيك هاد الناس وثيقين في القدرات ديالك وفي المخرج؟ انا ما كنهش انا نكون ناشي نلقى معاهم ونجمعهم ونسمع اللي غيقولوا عليا. نعم، النداء ديالك اللي تبغي توجهه للفنانه ديال المغرب الان واللي ما عرفنا، شوف قدروا الناس يقدر يشوف يعني هاد البث المباشر ويبغي يعني يدير معاك واحد دويتو ولا يدير معاك يعني يتعامل معاك ولا يتعاون معاك واحد الاغنيه ولا في شي عمل فني، شنو النداء ديالك واللي المناشده ديالك للفنانه المغاربه اللي كيشاهدوك الان ولا الموزعين ولا الناس اللي كيعملوا في المجال الفني؟ انا بيني وبيني نعم ما كانش نكون في مؤسسه المغربي، لان انا نحب المسرح وخا الغناء نحب المسرح. يعني انا جات مبادره. واش هادشي كديرو غير على قبل باش تصور فلوس ولا شي حاجه ذاتيه شي حاجه شخصيه؟ لا سؤال مهم. انا نمشي في الدم، اني موهبه حقيقي. انا نقول لهم عين عام ثاني، انا ما خديتش مقبل في اليوتيوب. انا مزوج ما هو؟ لا هني مزوج بديفورس. هاني نمشي لي في الدم، انا مع العائله شو ما نكون جنازه كاع في خارج ميت وفي العشيه نقلب هذوك كوميديا نطلع واحد الحوارات والضحك والنشر. عطيتينا قبيله واحد المقيطع ديال الوليدات الصغار، كيفاش كدير لهم كيفاش كدير لهم يعني واحد الصوت، كيفاش كتقلد الصوت ديال الاغنيه ديال الدراري الصغار؟ عطينا عطينا شي مقيطع. يعني مسرح الطفل. نعم مسرح الطفل صعيب. مسرح الطفل صعيب. نعم أعزائي الساعات، اليوم غادي نلعبو واحد اللعبة، أنا ما كنضحكش، لأن أنا ولف، قالت الأم لولديها، كل بطاطس أس، يا راس الخنافيس. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. يعني هذا راه مجهود صوتي كبير، يعني راه كنقول لك هاد باش غيدير اللي غيعطيك هاد الصوت هادي يعطيك هاد الخامه، راه كتلعب على واحد الاوتار واحد يعني الناس ديال اللي كيعرفوا الناس اللي كيديروا الصوت وكيديروا يعني وكيديروا الفن غيعرفوا يعني لاكام اللي كنتي لعب اللي كتلعب فيها دابا. ورغم يعني رغم المشاكل الصوتيه ورغم يعني انك داير اوبيراسيون وهذا الشيء ما كيشكلش عليك مشكل في الحنجره ديالك؟ انا وين يعني انا هنا شي مسلسل ولا شي سينا كفو هي ما يكونش صعيب عليا الحال باش نصطادح الصوت عندي دويجين فهمتني؟ بحال نقولو المهم نجمت لي اسماء الناس نعطاو مجهود بحال حديد تلعطا مجهود مسكين عدو واحد عدوي وحدي الحامد لها الدلاحة ولا الملحة بحال نجمع. نعم هذه اصوات، ولكن هذا باش 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 يعني باش تلعب على هذه الاصوات هو صعيب شويه. سيدي محمد نعم الفنان اللي نجمع رمانة وبرطال. رمانة 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 يعني حسن ميكياج رمانة وبرطال. وي يعني اي واحد يعني انا ما عنديش مشكل باش نقني. غادي نختموا هذا اللقاء المباشر معاك، والان كنشوفوا يعني عدد ديال لي كومونتير وعدد ديال الناس اللي كيشجعوك. سيدي محمد العمراني كيقولوا لك انه تبارك الله عليك، يعني كيشجعوك على هذا العمل هذا، وكنتمناو انه تكمل المشوار ديالك ونشوفوك ان شاء الله نجم. واللي الجميل والجميل وكما قلت قبيله كيبقى محمد العمراني درس في الحياه، والله العظيم انا غنقولها وغادي نعاود نقولها، لانه بالرغم من كل شيء، بالرغم من يعني الفقر، رغم من انه يعني المشكل ديال الاعاقه الصوتيه، بزاف ديال المعيقات يعني، وانك بوحدك يعني وسن ديال 40 سنه، فهاد الشيء كامل ما كيسوى والو عندك انت،
امام الهدف ديالك اللي هو انك توصل وتحقق شعبيه مع الناس وتوصل للقلوب ديال الناس. فكنتمناو انه يكون هذا اللقاء ديال تشوف تي في واللي دوزتي معنا على المباشر يكون لقاء ان شاء الله اللي غادي يفتح لك مجموعه ديال الابواب، ونسمعوك ان شاء الله في يعني نسمعوك في عدد من الاعمال، ونشوفوك على يعني في الفيديو ديالك، ونسمعوا هذيك الاغنيه اللي صراحه اغنيه اللي هديتي للقوات المسلحه الملكيه، واللي الكلمات ديالها غنيه وكبيره وعندها معنى كبير. فتبارك الله عليك وتبارك الله على الفن ديالك، كمل المشوار ديالك، احنا معاك ان شاء الله وقت ما احتاجيتينا، كما اليوم عيطتي لنا وجينا عندك مره اخرى ان شاء الله. احنا نهار يكون احنا وهذا وعد نهار يعني تصدر الالبوم ديالك الاول ولا اي عمل، احنا غادي نكونوا معاك ان شاء الله على المباشر، غادي نكونوا معاك يعني على التشجيع لك ودعما لك، لانه انت عطيتينا واحد عطيتنا يعني واحد ليسبوار، عطيتنا واحد الامل اخر في الحياه. نتمنى انه مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في اللي كيشاهدونا الان داخل الوطن وخارج ارض الوطن، انهم كانت معك هذه الجلسه زوينه وخفيفه صراحه، ما سخيناش بك، لكن لضيق الوقت كتعرف انه يعني في حكم البرمجه وعدد من الاشياء. فشكرا لكلكم، شكرا لكم متابعي قناه شوف تي في، شكرا على التفاعل ديالكم، نتمنى انكم تكثروا لي بارطاج لي بارطاج لي بارطاج باش نعاونوا خونا محمد عمراني ان الصوت ديالو يوصل، ان هاد المناشده ديالو للفنانين المغاربه وهاد الدرس اللي عطانا اليوم يستوعبوه عدد من الناس، ناس اللي سالمين، ناس اللي واقفين على صحتهم قادين، عندهم الصوت عندهم كل شيء، وشاده الكابه وشاده وخايف من الدنيا وما عندوش هو ومعتمد على عباد الله. فراه الاعتماد على النفس هو اساس كل عمل ناجح واساس كل مسيره موفقه وناجحه ومثمره. لهذا كنتمنوا ليك في هذا المساء هذا وبهذه الجلسه المتواضعه في البيت ديالك، وشكرا ليك، لان يعني احسن حاجه هي هذه البلاصه هذه. انا يعني جد سعيد ومسرح يعني مرتاح وانا في البيت ديالك. كنشكروك وكنقدموا لك التحيه وتبارك الله عليك، وشكرا لاستضافتك لنا في البيت ديالك. مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم وتبارك الله عليكم، وامسيه سعيده، الى اللقاء. كان معكم منير من العاصمه الاسماعيليه مكناس في ضيافه الفنان الشاب المغربي محمد العمراني، اللي هدانا اغنيه وتكلم لنا على المسيره ديالو، وهدانا اغنيه للقوات المسلحه الملكيه من بعد الانتصار اللي تحقق على مرتزقه البوليزاريو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.